راح نكمل هسه النوع الثاني بالقطع الناقص. احنا بالقطع الناقص اخذنا النوع الثاني بس اخذنا يعني افكار سهله كلش، سؤالين اخذنا. هسه راح ناخذ بعد اسئله عليه وراح نكمل ان شاء الله ونضبط اكثر واكثر. مبدئيا احنا النوع الثاني قلنا هو اللي يطلب المعادله، صح؟ يعني شنو يطلب المعادله؟ يعني يريد مني بالسؤال المعادله مال القطع الناقص. شو يريد مني؟ ودائما صيغه السؤال مالته راح يكون بهذا الشكل، جد معادله القطع الناقص. اوكي، صيغه السؤال مالتي دائما راح تكون بهذا الشكل، يقول لي جد معادله القطع الناقص، جد معادله. اوكي، احنا قلناها وراح ارجع اعيدها مره لخ، كل ما يريد منك معادله شنو لازم تطلعين؟ شنو نطلع بصوت عالي؟ اي تربيع وبي تربيع، هاي يعني نثبتها على طول هذا النوع الثاني كله من نهايته. كل سؤال يريد منك معادله تقولي لي لازم اطلع الاي تربيع والبي تربيع. اذا اوكي، لازم نطلع الاي تربيع شنو والبي تربيع. اذا هاي واضحه وثابته بكل الاسئله، دائما انت اذا يريد منك معادله تطلعين ذني الاثنين اللي هم من الاي تربيع والبي تربيع، الاي تربيع والبي تربيع. واضح هسه؟ احنا اخذنا سؤالين على هذا النوع الثاني. اوكي، راح ناخذ بعد هسه اسئله اكثر واكثر. راح اخذ سؤال كل السهل جاي وزاري. شوف هذا السؤال جاي وزاري كل السهل وما بي فكره، خلي نقرا سويه. شو يقول السؤال؟ جد معادلة القطع الناقص. كنا بصوت عالي، إذا يريد مني معادلة شنو لازم أطلع؟ رحم الله والديك. ها خليها ببالك هاي السالفة، كل ما يقول لك أريد معادلة تقولي لي لازم أطلع ذني الاثنين اللي هم من أمه الأي تربيع والبي تربيع. إذا الطالب طلع ذول الاثنين نحل عند السؤال وياي لولا. شنو اللي اريده منكم كطلاب مرتبين ان شاء الله؟ انه مثل ما اني اسوي اكتب المعطيات، اريد تكتبوا المعطيات. بس انا مو راح اكتب المعطيات، انتوا اريد بالامتحان ان شاء الله هم تكتبون المعطيات. خلينا نكمل قراءه السؤال بالله. مركز نقطه الاصل طلاب ما لها تاثير على الحل، ما لها اي تاثير، بس مجرد يقول لك انه هي ما بيها انسحاب، لكن على الحل ما تاثر. كمل. من يقول ايش منطيني هنا؟ البؤرتان اللي هي الافوان نزلها بالمعطيات. اذا هسه اول شيء منطيني اياه هو الاف 1 0 ب 10 والاف 2 بالله بالله. خلي بس قبل ما اكمل السؤال اشوف تتذكرون من يعرف الاف يا نقطه يا حرف؟ جيد، الفي يا حرف والام، لاني ما تنسوهن ابد مو لو لا. من اقول لك بؤره شو تقولي لي يا حرف راسا؟ سي مو اس اس شنو؟ سي. الفي شنو يا حرف راسا؟ اي. والام شنو؟ بي. اوكي عيني هاي واضحه. زين نرجع، منطيني البؤره، بعد ايش منطيني؟ قطبان اللي هو من هو الام 1 والام 2. دقيقه، الام 1 3 بصفر. طبعا انا جاي اسوي، جاي انزل معطيات، كل شيء ما داعي اسوي ترى. هاي شنو ذول اللي كتبتهم؟ المطلوب ايجاده بهذا السؤال المعادله، واذا اريد نطلع المعادله لازم شنو نطلع؟ نطلع اي تربيع وشنو؟ كل الزين. يلا هسه نجي سويه. قبل ما احل السؤال من يقدر يقول لي البؤره هنا على السينات لو على الصادات؟ شلون اعرف السينات لو صادات؟ الرقم وين صاير؟ على الواي لو على الاكس؟ على الواي يعني صادات. اذا البؤره مالتي او المعادله مالتي وين راح تنكتب؟ على الصادات. استاذ ضروري اعرف السينات لو صادات؟ طبعا، لا شلون تكتبين المعادله؟ زين استاذ مؤمل شلون عرفت صادات؟ مو الرقم اللي هو 10 وين صاير؟ صاير على الواي، لو صاير من هاي الجهه شو نقول؟ سينات. احنا نعرفه من الاحدافي مال البؤره. الرقم على الواي لو على الاكس، شو تشوفوا على الواي لو على الاكس؟ على الواي يعني المعادله على الصادات. بابا وياتي لو نايمه، قعدي لا تنامي، لا تنامي قعدي. المعادله على الصادات، زين. منو يقدر يقول لي الاف يا حرف نطلع منها؟
جيد جدا. يا حرف تطلع من الاف معناته السي هنا 10، والام يا حرف نطلع منها البي، ناخذ الموجب اللي هو ايش قد؟ دير بالك دائما موجب. حلو، دقيقه دقيقه، البي هذا راسا طلع من عند البي تربيع، ايش قد؟ 9. سي تربيع ايش قد؟ اني هسه تقريبا انحلت نص المشكله، لان طلع البي تربيع، ظل منو النقص؟ الاي تربيع. من يا قانون نطلع الاي تربيع؟ قانون السايبر. هو اكو غيره؟ هو هذا القانون مال السايبر، راح نشبع كل الاسئله راح نستخدمه. زين خليني اجي نكتبه. شنو هو قانون السايبر؟ سي تربيع يساوي اي تربيع ناقص بي. زين سي تربيع ايش قد نعوضه؟ 100. اي تربيع ايش قد؟ انا ما عندي، انا اريد الاي تربيع صحيح؟ باعوا انتم هذا عندكم وهذا عندكم، منو اللي ما عندكم؟ يطلع لو ما يطلع؟ يطلع. يلا المن ننقل؟ 9. 9 من انقله شو تصير اشارته؟ حيصير 100 زائد 9، والاي تربيع تطلع 109. خلصنا، نروح نكتب المعادله. اذا طلع عندي الاي همي انا نقدر نكتب المعادله، بس وين راح نكتبها؟ على الصادات. شلون تنكتب؟ من يعرف؟ اكس تربيع على بي تربيع زائد واي تربيع يساوي 1. طبعا البي تربيع راح نعوضه 9، والاي تربيع نعوضه 109. اخذت 10 من 10. ترى المصحح بس يلقى المعادله صحيحه. شوفوا الطالب اللي يطلع ذوله، طلعت المعادله راس، اللي يطلع الاي تربيع والبي تربيع طلعت عنده شنو؟ يروح يكتب المعادله وياخذ 10 من 10. عندكم سؤال عليه؟ زين يعني كل السهل، ما في صعوبه. هو مطيش السي والبي ترابعين، هو من السايبر طالعين الاي. طلعوا لي صفحه 156 بالمزنه، اعطيني المزنه. ما عندكم بس هاي؟ عندش؟ يلا عيني وياي، انتبهوا لي شويه. طلعت صفحه 156؟ خليها الكاميرا. باعوا لي على ذول الملاحظات تشوفون، لاني حافظين احنا صح، وماخذين بالمحاضره الاولى صح، وكاتبين همينا. ايش قد مكتبكم يا 60 مره؟ يعني انتم حافظين هسه على الغيب. الاخيرات وياي، شن الملاحظات مال مجموع طولي محوري ومال فرق بين طولي محوري؟ تذكرون مال نصف طول المحور الكبير؟ والله خراجع. شنو يعني مجموع طولي محوري؟ 2a زائد 2b، كل كلمه مجموع يعني زائد. وياي لو لا انتم؟ يلا هدوء. شنو معنات الفرق بين طولي محوري؟ كلمه فرق يعني ناقص، راح تقولين 2a زين، طول المحور الكبير من هو؟ طول المحور الصغير. زين اذا اقول نصف طول المحور الكبير اي، نصف طول المحور الصغير بي. زين المسافه بين البؤرتين من هي؟ 2c. عافيه، من هي المسافه بين البؤرتين؟ نرجع على هاي الملاحظات، اريد تكتبون هنا بالملزمه يعني بهاي الصفحه، انه اذا اجت اي وحده من ذني نطلع منها معادله. شو نطلع منها؟ خليني اكتبها. اي ملاحظه من ملاحظات صفحه، ايش قد هي الصفحه؟ 156. تجي بالسؤال راح نطلع معادله منها. ايش راح نسوي؟ طلع معادله منها، طلع معادله وياي كلكم لو لا. يعني هسه خلينا نتفق سويه على شغله، انه اي وحده من ذني يجن بالاسئله جماعه المجموع والفرق والنسبه شنو نستفاد منها؟ نطلع منها. شنو يعني طلع منها معادله؟ يعني لو اطلع اي بدلاله بي، لو بي بدلاله اي واكتب عليها معادله رقم 1، شو اكتب عليها؟ راح احل سؤال جاي وزاري كلش مهم،
وراها تحلون انتم سؤال نفسه بس غير ارقام. اي بالضبط عافيه، نفس ما طريقه التعويض. يلا نحل السؤال. اوكي الملاحظات تمام كلكم. نجي هسه على هذا السؤال، ضعوا عليه. انا ححل هذا السؤال وراها راح تحلون انتم سؤال نفسه بس بغير ارقام. متفقين؟ يلا بلش على كيفنا نقرا السؤال سوية. سؤال يقول جد معادلة القطع الناقص. كنا بصوت عالي يعني شنو لازم نطلع؟ اي تربيع وبي تربيع. متفقين على هاي كنا؟ كل ما يطلب مني معادلة شنو لازم اطلع؟ هذا الشيء الثابت ما يتغير، صح لو لا؟ تعالوا خلي نشوف شو منطيني بعد. مركزه شنو؟ ما تأثر. البؤرة وين قايل؟ خلي نكتبها بالمعطيات حتى ما ننسى انه هو محدد البؤرة. هذا خوش خير هذا. قال لي البؤرة عمي ماذا تعبك؟ هي على السينات. البؤرة وين؟ نزلوها بالمعطيات حتى لا تغلطون او لا تنسون. كمل السؤال. الله، المسافة بين البؤرتين، من يعرف شنو هي؟ 2 سي. شنو يعني المسافة بين البؤرتين؟ 2 سي. ايش قد ال 2 سي؟ حلو، ال 2 سي 6. هاي هم نزلها بالمعطيات. كلنا نعرف شنو المسافة بين البؤرتين، مو؟ مسافة بين البؤرتين 2 سي. شنو هي المسافة بين البؤرتين؟ 2 سي. ايش قد ال 2 سي معطيني اياها هو؟ 6. نكتب 2 سي تساوي 6. اوكي. خلي نقرا هاي سوية. والفرق بين طولي محوري. اولا شنو معنى كلمه فرق؟ ناقص لو زائد. يعني شنو بالله فرق بين طولي محوري؟ يعني 2 اي ناقص 2. ايش قد قيمتهم مطيني؟ هم انزلها بالمعطيات انه 2 اي ناقص 2 بي يساوي 2. لهنا تمام. هاي اللي كتبتها بالاصفر من يقول لي شنو؟ معطيات السؤال. شنو هاي؟ قبل ما أبلش أي جملة من الجمل تجي مع المجموع والفرق شنو الفائدة من عدها؟ طلع منها معادلة. شنو طلع منها؟ يعني هاي الجملة الأخيرة شو راح أطلع منها؟ كتبناها الملاحظة مو لو لا. خلي نبلش بالتوسي مو أسهل. التوسي تساوي إيش قد يقول؟ هاي أقدر أطلع منها السي؟ قسمها على إيش قد أول شيء؟ السي إيش قد يطلع؟ 3. أنا ما أريد السي، إيش أريد؟ سي تربيع. ايش قد سي تربيع؟ حتى استخدمه بالسايبر. طبعا انا ليش اسوي سي تربيع؟ حتى استخدمه وين؟ نروح على هاي الملاحظه. قبل ما اكمل استاذ مؤمل ايش قلكم على ذني الملاحظات؟ شو نطلع منها؟ طلع منها معادله. شو نطلع منها؟ اول شيء قبل كل شيء هي بيها اختصار وياي دقيق كلهم يقبلون القسمه على ايش قد؟ كل ما الطالب يختصر كل ما الحل يصير اسهل. فاني من حختصرها على 2 هاي تروح ل 2 ايش يبقى؟ هاي يبقى زين العفو 2 تقسيم 2 ايش قد؟ 1. كلها قسمناها على 2 كلها قسمناها على ايش قد؟ هاي المعادله راح تطلعين من عندها معادله. شو تطلعين من عندها؟ لو اي لو بي. بس الاسهل اي مو؟ رأسا احول البي، البي من احوله شو يصير اشارته؟ يلا ايش راح تصير عندي المعادله؟ اي تساوي و زائد بي. ايش اكتب عليها معادله رقم؟ عرفتوا هاي دائما الملاحظات من تجي شو نسوي لها؟ طلع منها معادله. شو نطلع منها؟ هسه وين اروح اعوض؟ منو القانون اللي يفزع لي دائما؟ قانون السايبه. شنو قانون السايبه؟ سي تربيع اي تربيع ناقص وحده 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 وحده. السي تربيع موجود نقدر نعوضه لان قيمته ايش قد؟ 9. طلعناها بالبدايه تذكرون؟ يعني هذا راسا عوضه 9. الاي عندي بس ما عندي تربيع. الاي ايش قد عندي قيمتها؟ بس بالقانون شكو فوق؟ يعني لازم من اعوض الاي؟ من اعوض الاي هنا لازم شو اخلي على القوس؟ ليش؟ من يقول لي ليش؟ هو هنا أنا مو اي تربيع، هو اي. وبالقانون شنو؟ تربيع. يعني الاي منا عوضه لازم اخليه على القوس شنو؟ تربيع. لان هو لازم بالقانون اي تربيع، واني شنو عندي هنا قيمته؟ بس اي. فديروا بالكم هذا ناقص بي تربيع ينزل مال قانون. عندكم مشكله بالتعويض؟ ايش عوضنا؟ كم وحده؟ سي تربيع عوضناه 9 مو راسا؟
والاي عافيه الاي عوضناه 1 زائد بي، بس لين القانون السايبه بي تربيع، ايش خلينا على القوس؟ تربيع. يلا هسه نحل نقدر طبعا. هذا من يعرف شو نفكه يا قانون؟ مربع حدانيه، شو نفكه؟ حافظين؟ يلا سويه مربع الاول. شنو مربع الواحد؟ واحد، شالت الوسط. نضرب الاول في الثاني في اثنين، خلونا انا احكي. واحد في بي، واحد بي، في اثنين، اثنين بي. زائد دائما مربع الاخير. وعندي ناقص بي تربيع مال قانون. البي تربيع تروح ويا البي تربيع. البي تربيع تروح ويا من؟ للمعلومة هذا مال قانون، هذا مال مربع حدانية. ننقل الواحد يم التسعة. هو موجب، شو تصير اشارته؟ نابقة بس اثنين بي، مو لان ذا لو راحت؟ تسعة ناقص واحد. ثمانية يساوي اثنين بي. قسم على ايش قد؟ عافية. البي ايش قد طلع عندي بنات؟ البي طلع أربعة. أني ما أريد بي، أريد بي تربيع، ايش قد بي تربيع؟ هلا طلع البي تربيع. بقى منو؟ الأي تربيع، اكو طريقتين تطلعون بها الأي تربيع، راح أطلعكم برا. من دا أشرح دا أشوفكم بالكم ويمي. عوف البي ذيج. الأي تربيع اكو طريقتين بي حتى نطلعها. أول شيء يقدر الطالب شو يسوي؟ يرجع مرة ثانية يعوض بالسايبة. وأنا أشوف الطريقة الأسهل إنه نعوض بها معادلة. مو المعادلة الأسهل؟ هي المعادلة الأولى شو تقول؟ أي شو تساوي؟ دقيقة، أنا البي مو عندي قيمته لو لا؟ إيش قد البي قيمته؟ أربعة. مو تعوضين أبو التربيع، دير بالك تعوضين ياهو؟ أربعة. إيش راح يطلع الأي عندي؟ واحد زائد أربعة. إيش قد طلع الأي؟ خمسة. أنا ما أريد أي، أريد أي تربيع. زين استاذ مؤمل اذا اكتب السايبه مره الاخ هم صح طريقتين اكو هاي اسهل مو انه اعوض بمعادله واحد قيمه البي عندي اني ايش قد طلعت البي اني اعوضها واحد زائد اربعه ايش قد طلع خمسه تربيع هسه نروح نكتب المعادله على يا محور سينات نكتبها على السينات واخذنا درجه كامله خلي اكتبها يلا كنا سويه اكس تربيع على اي تربيع ايش قد قيمه الاي تربيع 25 زائد واي تربيع على بي تربيع اللي هو 16 خذ درجه كامله منو عنده سؤال يرفع ايده منو عنده سؤال يرفع ايده يلا حتى نعطيكم سؤال نفسه تحلوه بعض اريد تحلوا لي نفسه نفس السؤال بس المسافه بين البؤرتين هغير بس بني شو والله مزرعة موجود وبالواجبات 12 والفرق بين طولي محوريه 4 والبؤرة همين على السينات البؤرة وين؟ يلا غيرت بس الأرقام كتبوهن حتى ارجع ذاك السؤال. كتبوهن حتى ارجع ذاك السؤال. تابوا علي. بنات اقول لكم فالشغله مهمه حتى يعني اخليكم بالصوره. الفصل الثاني وتحديدا القطع الناقص. الطالب او الطالبه اللي ما تقرا يومي يوم بيومه ما راح تضبطه ابد. السبب لانه القطع الناقص بي كوما ملاحظات وبي كوما افكار وزاريه. وبيكون وثرائيات وخلي ببالك اللي ما يضبط القطع الناقص ما يضبط القطع الزائد يعني الفصل الثاني كله راح عليه فيا عيني ضروري قراءة اليومي ضروري كلش وانا ايش راح اسوي؟ اتفقت ويا ميثم المساعد مالتي كل امتحان يومي كل امتحان يومي شكو طالبه ماخذ اقل من 7 انا اتعامل وياها بطريقتي تجيب لي اسمائهم نهايه المحاضره زين واني اتعامل ويا اي طالبه تجي مقاريه باليوم لانه بصراحه بصراحه يعني راح اشدد عليكم كل شويه وهذا لمصلحتكم زين خاصه امتحان اليومي الامتحان اليومي هو يخلي الطالب يضبط الماده ودائما حيصير امتحان تراكمي يعني من البدايه لحد ما نوصل من البدايه وصلت الفكره فشويه همتكم وياي وساعدوني حتى تضبطون هذا الفصل زين يعني هذا الفصل صح هو ما عليه هواي درجات صح عليه 20 درجة بالوزاري ولو هي 20 درجة يعني هواية أنا أشوفها صراحة
يعني هي درجة واحدة تنقلك من جامعة لجامعة، من قسم لقسم، بس ممكن يكون أقل من الفصل الثالث والرابع. صدقوني هذا الفصل هو معضلة الطلاب، لأن به هواي أفكار وزارية وهواي ثرائيات. شايف يقول لك الحجارة اللي ما تعجبك تفشخك، هو صح سهل علميا، سهل ما بيفد شيء صعب، يعني ما بي لا اشتقاق لا تكامل، بس بي أفكار كومة، وكل سنة يطلعون أفكار جديدة ما يتوقفون. يعني وزارة التربية ما توقف بهذا الفصل عن الإبداع، كل سنة يطلعون شيء. أي فأنتوا يا عيني اللي يريد يضبطه واللي يريد يضبط أفكاره ضروري يقرأ يومي، وإذا ما تقرأ يومي سلم لي. ملاحظة، أول ملاحظة راح نبلش بها، يمكن هي أصلاً حفت بس إحنا راح نأخذها. لا مأكو أسئلة مثلاً يسموها تمارين عامة، هاي حفوها، لكن إحنا نأخذها كإفرائي. يعني اعتبر إحنا أصلاً ما نعتمد على الكتاب أساساً، أنا من أقرئكم ما أقرئكم على أساس الكتاب، إذا أقرئكم على أساس الكتاب ما 60-50، اللي يقرأ بس كتاب يطلع 50-60 ما يطلع درجة عالية. زين، ملاحظة شو تقول؟ إذا ذكر بالسؤال وقال قطع ناقص قطع ناقص يقطع من محور السينات جزءا طوله، او ينطيني فد رقم يخليه بين قوسين، راح اكتب عدد بس هو ما يجي، يعني ما يكتب عدد، اوكي، يعني رقم يخلي لي رقم 8 10، يرجع وراها شي يقول ويقطع من محور الصادات همين جزءا طوله، خلي لي شنو رقم، هاي شنو، هاي خلالي رقمين. زين شنو دول الرقمه، شي يمثلون؟ يعني خلالي واحد من محور السينات وواحد من محور، هذول شي يمثلون؟ زين دقيقه، انتم القطع الناقص مبدئيا تعرفون رسمه لو لا؟ خلينا نعتبره على السينات، شلون يرسم؟ صمونه مو هيك الرسم، شوي رسمي سريع، ويعني المهم هذا رسم القطع الناقص صحيح. من يعرف هو كم محور بيه؟ اثنين، واحد من نقول من نقول عليه من محور الصادات، واحد شو نقول عليه؟ حلو، هو ايش يقول ابو السؤال؟ يحكي على ذول الزرق، واحد منطيج يا من محور السينات وواحد من محور. زين ذول الزرق من يعرف شو يمثلون؟ يمثلون 2A و2B، طول المحور الكبير وطول المحور شنو؟ صغير، مو لولا تدرون ان واحد عكس الاخر 2A و2B. زين هم اثنين منطيني رقمين، يا هو راح ناخذ 2A ويا هو راح ناخذ 2B. انا راح احكي، انا راح احكي اخوان، ال 2A تاخذون الرقم الكبير، العدد الاكبر، وال 2B الرقم الصغير. عافية، كل السهل إذا أجيب هسه واحد من الابتدائي يعرفها، الرقم الكبير يعتبره 2A والرقم الصغير. زين خلينا نعطي فد مثال، والله خلينا نفترض هنا 8 وهنا 4، يا هو ال 2A ويا هو ال 2B، 8 هو ال 2A والأربعة هو. زين شلون نعرف البؤرة؟ أنا حسأل سؤال هسه، البؤرة نعرفها من الاي لو من البي؟ من الاي، منين نعرفها؟ طبعا اللي يقول من البي هذا يعني فاصل فيه شيء مو جاي، يعني انا مليون مره قايل الاف والبي شي يكونون دائما نفس المحور صح؟ ما علينا بالبي، البي عكسهم يصير. فانا اذا اريد اعرف البؤرة اروح على صديقه، من هو صديقه؟ الاي، من هو صديقه؟ مو البي لو لا، هو البي من هو؟ طبعا نفس الاي صح؟ شو يوديني على البي؟ البي عكسه يصير، البي شو يصير؟ فانت تقولي الاستاذ مؤمل اذا اريد اعرف البؤره مالتي سينات لو صادات تشوف ال 2A، هسه ال 2A يا هو اللي اخذناه بس وياي، 2A منو اخذناه؟ 8، من 8 من يا محور اخذتوه؟
اذا معناته البؤره هم وين صارت؟ ويا التو اي. التو اي تاخذون سينات تقولون البؤره سينات، التو اي تاخذون فادات. بالله خلينا نغير. اذا غيرنا الارقام هنا راح اقول 6 وهنا 10، من يعرف يا هو التو اي ويا هو التو بي؟ التو اي العشرة مو؟ صار التو اي صادات، صار التو اي البؤرة صارت وين؟ على الصادات. التو بي صار ايش قد قيمته؟ 6. يعني التو اي تاخذون رقم الكبير، التو بي يا هو رقم الصغير، والبؤرة نعرفها من التو اي، منين نعرفها؟ خليني اكتب. من نعرف البؤرة. واضحة الملاحظة لو لا؟ يلا راح ناخذ السؤال عليه. راح ناخذ السؤال هسه عليه. طلاب راح ناخذ السؤال على هاي الملاحظه، بس قبل ما اخذ السؤال لسه تعرفتوا شنو؟ التو اي هو الكبير، التو بي الصغير. التو اي الكبير، التو بي الصغير. اوكي يعني ماشي. شو يقول السؤال؟ يقول جد معادله القطع الناقص. يعني اني لازم اطلع الاي تربيع بي تربيع. هاي بعد ثبتناها مو السالفه؟ كل ما يقول لي اريد معادله القطع الناقص لازم اطلع دول الاثنين. زين كمل السؤال. طبعا هاي ما تاثر على الحل مال مركز نقطه الاصل ابد. ينطبق محورها على المحورين الاحداثيين هم ما تاثر. اقروا لي من هنا ايش يقول؟ ارجع الملاحظه مالته تبدي بشنو؟ اذا هي الملاحظه نفسها اي يقطع من محور السينات جزءا طوله ايش قد؟ ومن محور الصادات جزءا طوله يا هو التو اي ويا هو التو بي. الرقم الكبير تو اي، الرقم الصغير التو اي. الثمانية لو 12 يعني التو اي 12. اوقفوا. التو بي ايش قد؟ احنا علينا بالتو اي، التو اي من يا محور اخذناه. اذا هذا راح يكون البؤرة مالتي على يا محور. شفتوا شلون؟ البؤرة نعرفها من التو اي. البؤرة منين نعرفها؟ مو من التوبي. التوبي بالعكس يصير التوبي شي يصير زين عين. اوكي تطلع المعادله لو لا؟ ويريد مني معادله صح؟ هاي اذا اقسمها على اثنين مو اطلع منها الاي واربحها شي يطلع عندي اي تربيع، وهاي اذا اقسمها على اثنين مو يطلع البي واربحها شي يطلع. احنا نريد ذول الاثنين صح لو لا؟ زين طبعا بالمناسبه اكو مطلب وراء بالاخير تذكرون؟ هسه خلونا بس نحل ذولا. هاي اقسمها على اثنين قد الاي طلع؟ 6. تربيع الستة هاي قسمها على اثنين ايش قد؟ تربيعها وين نكتب المعادلة؟ على السينات لو على الصادات؟ شلون نكتبها على الصادات؟ اكس تربيع على بي تربيع، ايش قد البي تربيع؟ زائد واي تربيع على اي تربيع؟ اخذت نص درجة. ليش؟ شو يقول بعد وراها؟ ثم يريد المسافة. زين بنات شوي انتبهوا لي، المسافة بين البؤرتين من يتذكرها شنية؟ عفية شنية؟ تو سي. انا اذا اطلع التو سي لازم اطلع السي. بابا ليش تكتبين؟ عوف البيدج. أنا إذا أريد أطلع التو سي لازم أطلع السي بالبداية. والسي ما عندي هنا، من يا قانون أطلعه؟ قانون السايبة. تعال يا بقانون السايبة. الأي تربيع 36. البي تربيع نطرح 36 من 16 يطلع 20. شلون نوخر التربيع من السي؟ بالجذر. شنو جذر ال 20؟ ما بي جذر. دقيقة. بالثالث المتوسط علمونا شلون نبسط الجذور. ما ادري تتذكروها لو لا. شلون نبسط الجذور؟ نحلله، نسوي له. من يقدر يقول لنا ال 20 منين جاي؟ اي منين جاي؟ من 4 في 5، منين جاي ال 20؟ ال 4 يطلع ايش قد جذره التربيعي؟ 2 مو؟ طلع ايش طلع عندي السي؟ هسه واحد يقول لي ضروري ابسط، اقول له اي ببسط افضل. بس لحد الان انا ما حليت السؤال، انا ايش اريد اطلع؟ هذا شنو؟ لازم اضربه في ايش قد؟ انا اريد 2 سي وطلعت سي، لازم اضربه في ايش قد؟ اجي نفس 2 جذر 5 بس اضربه في 2.
لحظة. 2 في 2 طلع عندي 2 سيبانات، 4 جذر، 5 هذا المطلب الثاني، هذا يا مطلب اللي هو رايده، بعد المطلب الثالث شو يريد؟ مساحة قانون سهل اللي هو الايمو، وبعد شو يريد؟ سهلة هاي، تعال يا بل اي شنو قانونه؟ ابي باي صح؟ الاي عندي والبي عندي، ايش قد الاي؟ 6، ايش قد البي؟ 4، 6 في 4 الوحدة يونت تربيع، يونت شنو؟ طلعنا المساحة، أصلاً شنو نطلع آخر شيء؟ المحيط قانون حافظي 2 باي جذر زائد بي تربيع على 2، أي هعوض الأي تربيع 36 والبي تربيع 16 حيطلع عندي 52 على 2 اختصرها 26 يونت. لا المحيط ما ابي تربيع، اي المحيط ما ابي. صعب ولا سهل؟ زين خلي نعطي اثرائي هسه، هذا يعني وزاري بس انا بدي انطي اثرائي كم جاي وزاري. انتم كلكم تعرفون اذا ينطي عددين راح نقدر نعرف من ال 2A. السؤال الاثرائي كالاتي: اذا اني انطيك بدل ما انطيك 2 راح انطيك بس 1. هسه صارت صعبه شويه، من تكون 2 سهله نقول الكبير 2A والصغير منه. اذا انطيك بس جزء واحد، عدد واحد اللي يعرف يرفع ايده، بس واحد انطيك. هسه اذا انطيك 2 سهله، هسه اذا انطيك بس واحد حيره 2A لو 2B لو شو نسوي؟ من يعرف يرفع ايده؟ شو اسمك؟ فاطمه. عافيه. شنو الاعلان مال هذا والدك؟ حلو مال ابواب. زين اي مثل ما قالت فطومه بنت الكابتن الغالي كابتن رياض ابو علي الصرايفي تقول ناخذ احتماليه، ناخذ شنو؟ مره نعتبره 2A مره تعتبره 2B. اوكي مره نعتبره 2A بالضبط، لان اني ما اعرف هذا 2A لو 2B، فش اخذه كم احتمال؟ وصلت؟ فخاف يجيب بسؤال اثرائي ينطيك بس جزء واحد مثل هسه هيك. هسه هاي الستة اني محتار، لا هي اعرفها 2A ولا هي 2B، فايش راح اسوي اني؟ اقول مره اعتبرها 2A وحل، ومره اعتبرها شنو؟ وحل. اكو احتمال راح يهمل، اكو احتمال يا هو اللي يهمل، اكو احتمال حيطلع بي قيمه البي اكبر من الاي، وهذا ما يصير بالقطع الناقص، يصير تطلع البي اكبر من الاي. فالاحتمال اللي يطلع بي بي اكبر من الاي شو نقول عليه؟ جيد جدا. لعد يا هو الاحتمال الصحيح اللي يطلع منه؟ هذا لا هو الناخذه. يعني هسه هنا راح تطلعين الاي وراح تطلعين البي. وهنا راح تطلعين الاي والبي. يا هو اللي يطلع قيمة الاي اكبر من البي هو الصحيح. اذا فرضا طلع هذا 4 وهذا 6، هذا صح لو غلط الاحتمال؟ هذا غلط. شو نقول عليه هذا؟ ليش يهمل؟ لان قيمه البي اكبر من الاي، وهذا ما يصير بالقطع الناقص. لعد يا هو الصحيح راح يصير. زين اذا هيك صارت هذا صحيح؟ هذا صحيح. ليش هذا صحيح؟ لان الاي اكبر منه. بالمناسبه هذا الحكي ده احكيه طين المزمه موجود عليه السؤال جاي ب 2012 دور ثاني صفحه 165. طلعوا لي 165 بس اقروه. هاي الفكرة مالي يطي جزء واحد. أنا هم كاتب الملاحظة يمكن؟ لا ما كاتب. ذاك القديم؟ تللي. كنا اللي قدام؟ إيه. هذا سهل أبو الاثنين مو؟ بين الشبر 2A وز. لا احنا نريد نشوف إذا يعطيني شنو؟ إذا يعطيني بس واحد أحل كم احتمال؟ مرة اعتبره 2A. والاحتمال الغلط انهم لياه هو اللي يطلع بي قيمة البي اكبر. حتى باعوا كاتب هنا يهمل على هذا الاحتمال. شوف البي طلعت 6 والاي طلعت 4، ايش كتبت عليه؟ اخذت الاحتمال الثاني. تشوفون لو لا؟
زين ملاحظة جديدة. يلا عيني بنات. هاي الملزمة مال من؟ ملاحظة حلوة وأخيرة. شو تقول؟ إذا أعطى بالسؤال وحدة من ذني، من يذكر ذول الثلاث قوانين؟ تذكرون لو لا؟ الاختلاف المركزي والمساحة. منو؟ ذولا كتبناهم 60 مرة، تذكروهن؟ هذول القوانين الثلاثة. إذا أعطاني أي واحد من عندهم كمعطى بالسؤال، إيش راح نستفاد منهم؟ أجيت وقلت لك الاختلاف المركزي 1-2، شو يفيدني هذا؟ أول شيء أنتوا القوانين تذكروهن لو لا؟ الإي شنو قانونه؟ سي على إي. الإي شنو قانونه؟ إي بي باي. البي شنو قانونه؟ 2 باي جذر اي تربيع زائد بي تربيع. اذا انطيتك قيمه اي واحد من عندهم همي انا راح اطلعين منه معادله. شلون هاي الكلمات الجمل مال مجموع طولي محوري؟ مو كنا شو نطلع من عندهم؟ اذا ذولا اذا يعطينيهم بالسؤال همي انا شو نسوي؟ طلع منه معادله. خاف انطيك اختلاف مركزي، مساحه، محيط، انطيك يا الناتج انطيك مالته. يعني قلت لك المساحه 10 باي، الاختلاف المركزي 1-2، تاخذين تطبقين القانون تطلعين منه معادله. تاخذين تطبقين القانون شو تطلعين من عده؟ معادله. وياي شو نطلع من عده؟ معادله. حاله من حال الجمل اللي اخذناها بصفحه 156 مال مجموع طولي محوري وفرق بين طولي محوري، هم كنا شو نطلع منه ذني شيء؟ تدرون شنو يعني اطلع معادله؟ يعني لو اطلع اي بدلاله بي؟ واضحه مو؟ حل سؤال عليها؟ هاي شنو هاي الفرصة؟ زين حتى هذا هم ناخذه والله دقيقة. يلا خلينا ناخذ هسه هذا السؤال، عينكم عليه. مبدئيا انا معلمكم كل ما نحس اي سؤال نكتب معطياته ونشوف شو يريد من عندنا. اوكي كنا بصوت عالي، هو شنو يريد؟ جيد جدا. كنا متفقين من يريد معادله شنو لازم نطلع؟ اي تربيع وشنو؟ عاشت ايدكم. دول الاثنين اذا نطلعهم ينتهي السؤال، صح؟ مو استاذ مؤمل قال لكم من تحلون اي سؤال كتبوا المعطيات؟ شو تكتبون؟ سولفوا لي شنو منطيكم بالسؤال؟ الاختلاف المركزي شنو رمزه؟ اي. ايش قد قيمته الاي منطيك يا 1-2؟ هسه هذا اول شيء انزله. الله، طول المحور الصغير من هو؟ ها؟ توبي. ايش قد التوبي منطيك يا؟ اذا هسه انا منطيك شغلتين. هاي معطيات السؤال صح لو لا؟ منطيك التوبي ومنطيك الاي. من يقول لك واحد اذا يقول لك الاي ايش تستفادين منه؟ شو تقولي له؟ استاذ مؤمل ايش قال لك؟ طلعي منه؟ مو قال لكم اذا يجي واحد من ذول الاي لو الاي لو البي شو تطلعون من عده؟ زين قبل كل شيء قبل كل شيء، هل اكو ذكر للبؤره؟ هل هي على السينات ام على الصادات؟ اذا ما قايل لك البؤره سينات ام صادات بابا وياي، اذا ما قايل لك البؤره سينات ام صادات تاخذيها بالاخير احتماليا. اقص ايدي من هذا افتهمت ايش حكيت. اشتاش وياي تشوف طافين. يلا ايش حكيت عيدوا. اذا ما ذكر البؤره على السينات او على الصادات يعني اكتبها كم مره المعادله الاخير؟ هسه لا ولا هو ما قال لي على البؤره، لا قال سينات ولا صادات، ولا عندي اف ولا عندي في حتى اعرف هو سينات لو صادات، فش اسوي بهاي الحاله بالاخير؟ مالها زين. باو هسه اول شيء التوبي سهله خلينا نحلها. التوبي نقدر نطلع منها البي تربيع؟
البداية نقسمها على شقد؟ البي 6 عافية. تربيعها شقد؟ هاي أول شيء نحتاجه طلعناه. أول شيء نحتاجه طلعناه، صح؟ ظل منه؟ أي تربيع. نروح على قانون الإي، الإي شو استفاد منه؟ لحظة، أولاً شنو قانون الإي حافظي؟ أوكي، إيش قد معطيني الناتج هو مالته؟ أستاذ مؤمل قال لكم من ينطيكم إي لو أي لو لو بي طلعين منه معادلة، شو طلعين من عده؟ هسا نسوي طرفين في وسطين، مو لو لا، باليساوي دائماً شو نسوي؟ طرفين؟ زين، أي في واحد، أي اثنين في سي، أنا ما أريد أي، شو أسوي؟ أربعة. شنو تربيع الاثنين؟ شنو تربيع السي؟ شو نسمي هاي المعادلة رقم ايش قد؟ سؤال اسألكم، إذا أريد أطلع الأي تربيع شنو لازم أطلع؟ عيد، إذا أريد أطلع الأي تربيع شنو لازم أطلع؟ يعني إذا طلع السي تربيع يطلع الأي تربيع؟ وإذا يطلع الأي تربيع ينحلل السؤال. إذا هسه متوقفين على السي تربيع، متوقفين على من؟ لأن هذا إذا يطلع رأسا أقدر أعوضه هنا مو؟ وإذا عوضه هنا ينضرب بأربعة يطلع الأي مو؟ إذا نروح على السايبة، تعال يا بس السايبة محتاجين سي تربيع، الحقنا. أوف وحدة وحدة، سي تربيع احنا نريده مو محتاجي؟ الأي تربيع أقدر أعوضه؟ إي، قد راح أعوضه بصوت عالي؟ قد راح أعوضه؟ أربعة سي تربيع من معادلة واحد، زين. البي تربيع طلعنا قيمته احنا بالبداية، ايش قد طلعنا قيمته؟ 36. نحلها ونطلع السي تربيع، نحلها وشو نطلع؟ عيني جيبوا الرقم واحدة خلوه وجيبوا السي يم السي. طبعا هذا من النقطة شو تصير اشارته؟ جيد جدا. أربعة سي تربيع منو راح يجي يمها؟ راح يجي يمها هذا بس شو تصير اشارته؟ تدرون إذا ما بي معامل شو نخلي له؟ زين منو يعرف أربعة ناقص واحد ايش قد؟ اوكي نقسم على ثلاثة، نقسم على ايش قد؟ ايش قد طلعت السي تربيع؟ 12 بنات قولوا لي وين ارجع اعوضها بصوت عالي؟ معادلة واحد حتى نطلع الاي تربيع، شو نطلع حتى؟ يلا شنو يا معادلة واحد؟ اي تربيع تساق 4 سي تربيع، هاي قيمتها طلعناها، ايش قد راح نعوضها؟ 4 في 12 بنات 8 او 40 منو هاي طلع عندي؟ من نكتب المعادلة كم احتمال ناخذها؟ مرة سينات مرة سينات ومرة صادات. يلا إذا سينات شلون تكتب؟ اكس تربيع على اي تربيع زائد واي تربيع على بي تربيع، وين البي تربيع؟ 36. إذا صادات تصير بالعكس، اكس تربيع على 36 يساوي، واضحة لو لا؟ واضحة؟ يعني هيك نوع من الأسئلة من ينطيك اختلاف مركزي شو تطلعين من عندها انتي؟ معادلة، وين نعوض المعادلة؟ وهاي المعادلة من عندها راح نطلع لأي تربيع، واضحة لو لا؟ زين. سؤال هيك سخيف حتى نختم به آخر شيء. أيضا يريد مني المعادلة مال قطع الناقص، يريد مني؟ حلو، يعني شنو لازم اطلع؟ اي تربيع. زين. من يقدر يقول لي شنو المسافة بين البؤرتين؟ قل لي زين، ايش قد التوسي منطيك اياها؟ 8. ومنو يقدر يا بطل يقول لي، لحظة لحظة وخر، طول المحور الصغير منو طول المحور الصغير؟ لا طول المحور الصغير 2 بي، منو طول المحور الصغير؟ انا راح اظل اعيدها، ليش خليكم تكتبوا 60 مرة؟ إذا أقول نصف محور الصغير طول المحور الصغير 2 بي، إذا أقول ويا كلمة نصف يصير بي، إذا أقول نصف شو يصير؟ هو كل المحور ايش قد؟ 2، نصه ايش قد؟ فهذا نصف نصف محور الصغير، يعني من يقصد؟ البي ايش قد؟ هاي سهلة هاي، من البي شو نطلع رأسه؟ وهذا التوسي قسمه على 2 سي 4 سي تربيع من يا قانون طلع لي تربيع السايبة سخيف كل شيء. اي هنا ما قايل البؤره سينات لو صادات كم احتمال ناخذه؟ سي تربيع 16 لاي تربيع اريدها هاي 9
تعالي شمر التسعة، تسعة شو تصير إشارته؟ 16 زائد 9 25. لأي تربيع بنات نكتبها كم مرة المعادلة؟ مرتين. مرة سينات، والله سينات شو تكتب؟ اكس تربيع على 25 زائد واي تربيع 9. 9 شلون 16؟ 9 هاي سينات. اذا صادات اكس تربيع على 9 زائد واي تربيع